معلم يعني شغله ما اعرف اسعار بالسوق مي طبيعيه. اليوم العامل شلون بده يعيش؟ اليوم كل سالفه على الدولار، تلاقي اسعار بالمحلات مي طبيعيه. العام شلون تعيش؟ احنا احيانا ما نطلع 10,000 يا اخي. وقال كل سالفه، قال حتى كل شيء، قال الدولار عمل الدولار، ما بمراقبه على الاسعار يا اخي، ما بمراقبه ابدا. بكل محل تلاقي بيه نفس الصنف، نفس الصنف، وتلقاه بسعر شقل. كل واحد يعني ينطيك سعر اغلى، يضرب لك كل واحد يضرب الدولار سعره يزيد. اذا الدولار ب 7600 يضربه 7700، يقول والله اشتريت ب 7700. اذا الدولار نزل هو يظل ثابت بالسعر. بيعمال يوميه نهار يشتغلون و10 ما يشتغلون. بنهار يشتغلون و10 ما يشتغلون، شرد يعيشون عندهم عيلات وجايين على رمضان. اليوم ما بي عالم كثير يا اخي، اليوم كانت انت تمون البيت قبل اسعار الغلاء هذه تمون. اليوم ما جاي يشتري يقدر يشتري. اذا كل يوم استخدامه 5 كيلو رز ياخذ كيلو رز يا اخي. خلني انت الزيت هاي الاربع لتر، اليوم ما جاعد بناس كثيره ما يقدر تشتري، جاعد تشتري لتر زيت. ما بي تجهيزات يا اخي، الله يكون بعون العالم يا اخي. شلون اللي جاهز بالغلاء هذه؟ اليوم اهل المحلات عبوا بضاعتهم من اول الشهر هذا، ماشي؟ ولسه عندنا شيء 10 ايام على رمضان. تجيك عالم تاخذ قنين زيت لتر، لتر زيت شو يسوي؟ هو كيلو رز. اول عالم كان تجهز كميات يا اخي تستقبل شهر رمضان، بس اليوم العالم ما بيستطاعها يا اخي. المبارك يعني ان شاء الله مقبلين على شهر رمضان، شهر الخير والبركه. وجميع يعني المواد متوفره بالاسواق، مو ناقص شيء، احنا ما في الا هالسكر شاي، هالمواد الغذائيه، التجار الكبار عم يحسبونها على الدولار. وباقي ما تبقى منتجات البلد اسعار عاديه، سواء لبن او حليب او كل الخضار، كافه انواع الخضار. والله الحمد لله يعني مجهزين للبيت، يعني ماخذين استعدادات للبيت، يعني كل شيء متوفر بالسوق. ما في داعي ناخذ لاسبوع او نهارين او ثلاث، كل يوم بيومه. بقدوم شهر رمضان المبارك نبارك لأهالينا في مدينة الرقة وعامة من شمال شرق سوريا بحلول شهر رمضان المبارك. الخطة احنا كلجنة اقتصادية في مجلس الرقة المدني راح تسأل الأهالي حول موضوع الأسعار المتفاوتة. حاليا قمنا بحملة مشتركة على المحلات من قبل اللجنة الاقتصادية ولجنة الإدارة المحلية والبلديات في الرقة. هذه الحملة راح تكون على جميع المحلات في المدينة وريف المدينة خلال مدتها حوالي 7 أيام قبل شهر رمضان لضبط موضوع الأسعار. حاليا موضوع ضبط الأسعار في عنا يعني نعرف أنه الموضوع الدولار مثابت في بشكل عام، هاي راح يكون في عرقلة أنه آلية الضبط. احنا راح نحاول انه تكون نسبة الاسعار قريبة من بعض من اصحاب المحلات يعني. واحنا بدورنا لجنة اقتصادية في مجلس الرقة المدني راح تكون على مدار شهر رمضان الدوريات مكثفة موضوع الاسعار وباقي جودة المواد، ونتأمل إن شاء الله يكون شهر مبارك للجميع في مدينة الرقة وشمال شرق سوريا.